من يدير الهجمات الحوثية في البحر الأحمر؟ نفذت القوات البحرية؟ سؤال يجيب عليه تحقيق جديد لمنظمة إمباكت السويسرية يقول إن مركزاً للأعمال الإنسانية أسسه الحوثيون مؤخراً يشرف على العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن بإدارة مسؤول يسمى رئيس الرئيس. فمن هو؟ بحسب التحقيق السويسري الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مهدي المشاط أعلى مسؤول سياسي في حركة الحوثيين أصدر مرسوماً في فبراير الماضي لإنشاء مركز إنساني. وسائل إعلام تتبع للحوثيين قالت حينها إن المركز يهتم بالتخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية في مسرح العمليات العسكرية عبر الامتثال للقانون الدولي الإنساني. أما عن آلية العمل، فيقول التحقيق إن مركز تنسيق العمليات الإنسانية يتحكم باختيار الشركات التي يسمح لسفنها بعبور الممرات المائية المحاذية لليمن، خصوصاً مضيق باب المندب، كما يشارك في تحديد الأهداف والهجمات. فيما أفادت المنظمة السويسرية بأن المركز يضفي الطابع المؤسسي على حرب عصابات بحرية تشنها جماعة الحوثي المسلحة بحسب وصف التقرير. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة بفضل الله.